السلام عليكم. تمرين 15 حول الدوال الحدودي. يقول التمرين: نعتبر الدالة جي، حيث جي لإكس تساوي 1 على إكس ناقص 1. السؤال الأول يقول: حدد مجموعة تعريف الدالة جي. السؤال الثاني: أحسب مشتقة جي لإكس. السؤال الثالث: أعطي جدول تغيرات الدالة جي. السؤال الرابع: أنشئ في معلم ومنظم أو إي جي التمثيل المبياني للدالة جي. بالنسبة للجواب، لدينا جي لإكس تساوي 1 على إكس ناقص 1. إذا لكي تكون جي معرفة، يجب أن يكون المقام يخالف الصفر، وبالتالي إكس ناقص 1 تخالف الصفر، يعني إكس يخالف 1. وبالتالي مجموعة التعريف نحصل عليها على الشكل التالي: دي دو جي تساوي مجال ناقص لا نهاية مفتوح 1 اتحاد 1 زائد لا نهاية. إذن بالنسبة للسؤال الثاني، أحسب جي المشتقة الأولى للدالة جي. إذن لدينا جي فتحة لإكس تساوي ناقص 1 على إكس ناقص 1 مربع. إذن بالنسبة للسؤال الثالث، أعطي جدول التغيرات. لمعرفة جدول التغيرات، نحسب أولا نهاية الدالة عند أطراف مجال التعريف. إذن ليميت جي لإكس عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية يساوي، لدينا هنا يساوي صفر. وبالنسبة للجي لإكس، ليميت لجي لإكس عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية يساوي كذلك صفر. والليميت لجي لإكس عندما يؤول إكس إلى 1 زائد هو يساوي زائد ما لا نهاية. والليميت لجي لإكس عندما يؤول إكس إلى 1 ناقص، يعني على يسار 1، وهنا على يمين 1، هنا تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن جدول التغيرات هو على الشكل التالي: إكس يتغير بين ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية ونقطة 1 غير معرفة الدالة الجي، وإف بريم سالبة على مجال. إذن إف لإكس هنا كنلاحظ تنازلية، وهنا كذلك تنازلية، بالتالي بالنسبة للقيمة تبدأ من صفر إلى ناقص لا نهاية، وهنا من زائد لا نهاية تؤول إلى صفر. إذن بالنسبة للسؤال الرابع، التمثيل المبياني للدالة الجي، نحصل على التمثيل التالي: حيث مستقيم إكس يساوي 1 مقارب عمودي للدالة الجي. التمثيل هو على هذا الشكل.